اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء. كما كتلاحظوا معنا حنا كنتواجدوا هنايا في درب الفقراء. طبيعه الحال ساكنه ديال درب الفقراء عايشين في رعب بسبب هذه الدار هذه الايله للسقوط بعد ما طاح جزء من السقف كما كتلاحظوا معنا او من الحيط. خصوصا كما كتعرفوا انه الدرب هذا اللي هو درب يعني ضيق اللي بغينا نقولوا يعني بكل سهوله يعني الدار ايلا للسقوط واحد الخطر كيسبب واحد الخطر اللي هو كبير سواء الديور المجاوره كما كتشوفوا معنا الشقات ديال الدار هذه بدات كتبان شوف الشقات هنايا ولا سواء الدار اللي مليات خصوصا كما شفتوا معنا الزنقه يعني ضيقه كيكونوا الدراري الصغار هنا كيلعبوا فراه لا حول ولا قوه الا بالله يعني تقدر تطيح الدار هذه بسهوله ولا طاح حتى تسبب يعني كارثه عظمى هنايا بدرب الفقراء بالضبط الزنقة 33. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام الدار هذه اللي كانوا ساكنين فيها طبيعة الحال مولا الدار فهاد الحيطة ديال الكرايب والفوق منها كاينين طبيعة الحال الكرايه اللي كايريين هاد الدار هذه طبيعة الحال جات السلطات خرجت الناس يعني جاهم الافراغ لان يعني الدار ايلا للسقوط ولكن مع الاسف مرة الدار كانت ما بغاش تخرج هنايا من الدار بحكم انه ما عارفين مول الدار ما كيستافدش ما كياخذش استفاده بحكم انه عنده الارض ديالو ومع ذلك بقات يعني ساكنه في هاد الدار هذه طبعا على حسب يعني القول ديال السيد اللي اتصل بينا وعطانا معلومات اللي هو دابا حاليا كاين الجوار ديالي هو ما بغاش يبان ماشي معنا ما بغاش السيده تخرج من الدار مع الاسف بقات مستمرة ساكنة فيها حتى راه بهداك الطرف ديال الحيط كتشوفو معانا داك في البروميي ايطاج وما راه بداك الشي عاد هي خرجات عاد خافت وخرجات لأنه بطبيعة الحال كتسبب واحد الخطأ واحد الخطر اللي هو كبير طيب. كما كتلاحظو معانا الزنقة راه الزنقة ضيقة زنقة ضيقة وراه كتسبب واحد الخطر اللي هو كبير وبزاف فلا قدر الله ورابط الدار هذوك البارير اصلا داك لي بارير ما غايديروا حتى شي حاجه شنو داك لي بارير يعني زعما ما توقفش تما حدا الدار غادي تقدر تريب راه لا رابط راه تسد يعني الزنقة كلها كما كتشوفوا معنا الزنقة هي كلها يعني شي حاجه يعني مسيطر لا حول ولا قوة الا بالله وصافي انا كنتمنى بطبيعة الحال الناس المسؤولين يحاولوا يديروا شي حل باش هاد الدار هادي ما تريب تمشي تريب على غفله كيف ما طاح هذاك الحيط طرا على غفله راب ومولا الدار يعني كاين لداخل ورغم ان يعني هذاك الحيط راه راب في الوسط راه بكل سهوله تقدر اللي فوق منها تريب بحكم انه ولا الخوا يعني في البرومي ايطاج اذا اللي الفوق راه يطيح يعني بسهوله انا كنتمنى طبيعه الحال ما يطيحش قبل
يعني مال الناس مسؤولين يجيو يديروا شي حل يشوفوا كيفاش غيديروا، اما يحاولوا هما يريبوها ولا يشوفوا شي حل. المشاهدين الكرام، كما شفتوا معنا احنا دائما انا يبدا بالفقراء، عائله او عائلات اللي عايشين الرعب هنايا، ضرب الفقراء بسبب دار الايله للسقوط بعد ما طاح جزء من السقف او من الحيط. هاد الدرب خصوصا انه كيعمر بالدراري صار كيلعبوا، فكاع الساكنه ما بغاوش توقع لنا شي كارثه كبرى. انا بالضبط زنقة 33 ضرب الفقراء. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية هذا البث المباشر، على امل نلتقي بكم بث اخر بحول الله. الى اللقاء.